بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة شرطة الشارقة تحرص دائما على العمل مع الشركاء باعتباره من أهم الأساليب في تحقيق أهداف شرطة الشارقة وفي مقدمة هذه الأهداف الوقاية من الجريمة. وباعتبار أن الوقاية من الجريمة مسؤولية مشتركة مجتمعية عقدنا هذه الجلسة والحمد لله وفقنا بالخروج بمجموعة كبيرة من المرئيات والمقترحات للوصول إلى أفضل الأساليب في الوقاية من الجريمة باعتبار بسيط لأن الوقاية خير من العلاج.